السلام عليكم متابعي وشاق خياطة وتفصيل. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة العباية اللي كتلبس مع الفساتين في المناسبات كيف شفتوا في الصورة. عفوا، اولا غادي نحتاجوا للثوب المسلين، هذا اللي كيبين ها هو كيكون شفاف، وغادي نحتاجوا شحال ديال الثوب. غادي ناخذوا الطول ديالنا كندوبلوه مرتين كناخذوا الثوب، اولا تاخذوا 2 متر ونصف. غنجيو لهنا الفوق نطوي الثوب على 4 وتجينا هاد الجهه المسدوده. غادي نحط هنا المقاس ديال الكتف، يعني طريقه ديالها سهله جدا. نحط المقاس ديال الكتف ونحيدو 8 سنتيم ديال العنق. العنق هنا ننزلو غير بجوج سنتيم، من بعد نحيدو العنق ديال الامام. هكا كننزلو هنا من الكتف 3 سنتيم، كنرسمو الخط ديال الكتف، كنمشيو لتحت كنحددو العرض اللي بغينا ديال العباية. مادام ان هاد المناسبات يعني نعرضوها نديرو فيها 50 او 55 سنتيم. من هنا غادي ندير غير مقاس افتراضي وصافي. من هاد النقطة هادي غادي نلاقيوها مع النقطة ديال الكتف اللي الفوق هكا على شكل مائل. من هنا غادي نمشي، نمشي بخط مائل هكا، ما يكونش خط مستقيم. نجي مائل من الجهة ديال الكتف هكا، باش نحددو. هنا ما فيهاش لا مقاس ديال الصدر ولا مقاس ديال الحزام، يعني كتكون فضفاضه يعني كيف شفتوا في الصوره، فقط عبايه كتلبس من فوق الفساتين في المناسبات. غادي ناخذ من هذه النقطه ديال الكتف هذه وغادي نحددو الطول ديالكم فين بغينا تكون الفتحه ديالكم اللي غنخرجوا منها لكم، واش بغيناها مثلا لكم يكون عندنا من هنايا او لا من هنا. وغالبا هذه العبايه كتكون من هنا باش يبان الكم ديال الفستان اللي ملبوس من التحت. غادي نحددوا الطول ديالكم اللي بغينا، نديرو نقطة هنايا ونديرو الفتحة ديالكم على حساب الدورة ديال اليد ديالنا كيف يخرج لنا لكم هكا. إذا هادي هي الفتحة ديالكم. دابا أنا غادي نقطع، بعد ما نحدد الطول ديالي طبعا سبق لي ودرتها في الصفحة على الفيسبوك، حطيت الباترون ديالها وبزاف منكم طلبوا لي الفيديو وقلت نديرو بالفيديو احسن. غادي نقطع العنق، دابا غادي ندوزو لهاد الكم هذا وغادي نديرو هاد الفتحه هادي باش نحددو المكان ديالكم. يعني غنكونو كنخيطو غادي نخيطوهم من هنا ومن هنا ونخليو الفتحه ديالكم، وهاد السنتيم هذا غادي نطويوه في الخياطه لداخل. هادشي غادي تشوفوه في الخياطه ان شاء الله. غادي نحيدو الكم ديال الظهر ونخليو غير الكم ديال الامام، وغادي ننزلو بعشرة سنتيم. غادي نحيدو 2 سنتيم اللي حيدنا قبيله ونحطو 10 سنتيم ديالنا. انا طبعا هنا ما كنحطش 10 سنتيم، كنحط مقاسات افتراضيه. وغادي نقطع، نحيد الظهر وغادي ندير الفتحه في الامام. نقاد الثوب مزيان اللي جا صعيب الفصاله في هذا المسلين هذا يشدو بالدبابيس باش ما يجيش صعيب. وغادي نفتح هذا الجهه ديال الامام.
وغادي نحطو الظهر هو هذا. نحطو عليه القطع ديال الامام بحال هذا الشكل هكا، كتجي عبيه زوينه خصوصا الا كانت فهاد الثوب المواسنين كيبينين، وكتلبس فوق الفساتين المناسبات او حتى مع اللباس العصري. غادي نخيطوها من هنا من الكتف ونهبطوا من هنا، نخليو الفتحه ديالكم ونخيطوا واحد السنتيم من هنايا من الامام، وغادي نديروا واحد جوج ديال الخويطات، غادي نخيطوهم وغادي نديرهم هنا باش نبقاو نسدو العنق، اولا نديروا واحد الصدفه المهم اللي بغيتو. دابا فصلنا غادي ندوزو لمرحله الخياطه. انتما كيف كتشوفوا دابا في الخياطه لقيت القطعه الاولى ديال الامام مع الظهر وغادي نخيطها. ملي غادي نوصل الفتحه ديال الاكمام غادي نزير الخياطه، غادي ننقزها ونمشي نخلي الفتحه ونكمل الخياطه. نقاد الثوب لان هذا المسلين كيهرب بزاف. وانتوما كيف شفتو ها هي ملي خيطنا الجهه الاولى، هادو هما الاكتاف طبيعه الحال قبل من بعد ما غادي تتحدد هكا. غادي نخرج من هنا كيكون لكم خارج، غادي نخيط هاد السنتيم هذا ديال الكم، غادي نخيطو للداخل هكا، غادي نطويو ونخيطو للداخل. نطوي جوج سنتيم انتوما كيف كتشوفوا هذا، كتجي الخياطه من برا نفس الطريقه غادي نديرها لهنايا. هانتوما كيف كتشوفوا هكا كيجي لكم. دابا غادي نخيط الجهه الثانيه بنفس الطريقه ونرجع لكم من الامام الخياطه ديال العنق وديال الفتحه اللي في الامام. دابا غادي ندوزو الخياطه ديال العنق، كنبداو من الجهه ديال الامام كنطويو جوج سنتيم هكا للداخل باش تجينا الخياطه لداخل. غاديين وحنا كنخيطو مرورا بالعنق ديال الظهر العنق ديال الامام ونهبطوا مع هاد الفتحه هذه اللي درنا في الامام.
الخيط السلاليه غادي نعمرو وغادي نكمل الخياطه ونخيط من الجهه ديال الامام من جهتين بجوج، وغادي نلصق هاد الحزيمه هادو هنا في العنق ديال الامام باش يسهل علينا اننا نسدوها من هنا من جهه الامام، او لا ممكن تركبوا هاد الصديفات هادو ها هما، تركبوا وحده في كل جهه اللي كيتسدوا باش تسد لنا من جهه العنق وتبقى مفتوحه من الاسفل، ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. انتما كيف كتشوفوا بعد ما ساليت الخياطه بعد ما خيطتها من الامام كيف قلت لكم درت على الدوره ديال العنق كامله وهبطت من على الامام من هنايا وركبت هاد جوج الخيوط هادو باش يسهل علينا اننا نحزموها في العنق هكا، اولا ديروا صديفات اللي بغيتم. كيف شفتوا كيجي الشكل ديالو زويون، هذه هي الدوره ديال الكتف ومع اليد من هنا كيكون الخارج لكم. كيف قلت لكم هنا من الكتف من هنا كناخذوا المقاس ديال الفتحه ديال اليد، يعني فين بغيناها تكون، واش بغيناها تكون هنايا اولا غير هنا، وغالبا كدار هنايا باش يبان لكم ديال الفستان اللي لابسين من التحت. اذا هذا هو الفيديو، يعني طريقه العبايه سهله جدا وكتجي انيقه كيف شفتوا في الصوره. انا غادي نوريها لكم من هنايا من الفوق، هانتوما كيف كتشوفوا كتجي واسعه من التحت وكتجي بثوب المسلين زوينه. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.